أعضاء اللجنة على مشروع جديد، دستور جديد لسوريا وفرصة حصول شيء جديد في سوريا. إنها لحظة تاريخية أيضا، حيث انفتح الطريق لمناقشة القضايا ذات الأهمية في المجتمع السوري. فهم أعضاء المجتمع المدني وليسوا أعضاء شكليين في الأحزاب. 50 من الخبراء وغيرهم من الأشخاص المستقلين من داخل سوريا وخارجها، بطيف واسع من خلفيات دينية وغيرها من كل مناطق سوريا، وتجارب واسعة وخبرات قوية. ويدعوني للفخر أن أرى كل هؤلاء النساء أمامي، نحو 30%، وكنا نصر على ضمان مشاركة النساء في هذه العملية. السادة أعضاء اللجنة، أعرف أنه ليس سهلا لكم جميعا الاجتماع هنا في هذه القاعة، وأحترم هذا. أعرف أن هناك مشاعر عميقة في قلوبكم تعكس المشاعر العميقة بين السوريين جميعا حول بلدهم الذي يمزقه نزاع دام نحو 9 سنوات. لكن كونكم هنا اليوم تجلسون سوية وجها لوجه مستعدين للابتداء بالحوار والمفاوضات علامة أمل للسوريين في كل مكان، سواء داخل سوريا أم خارجها. ولذلك أنا ممتن لجميعكم على قبولكم تسميتكم، وأنا واثق أن كل واحد منكم بمسؤولية عميقة سيلعب دوره في تنفيذ تفويض هذه اللجنة لخدمة الشعب السوري. وأشجعكم على الصبر وعلى المثابرة، وأن تكونوا مستعدين للحلول الوسط وللعمل البناء، لأنكم تنفذون تفويضا هاما. وآمل أنكم بالإشارة إلى نواياكم الطيبة لبعضكم منذ البداية، وبذلك تزداد الثقة ويمكن خلق بيئة عمل إيجابية. السادة أعضاء اللجنة، أنتم هنا بناء على المبادئ الرئيسية، احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ووحدة واستقلال وسيادة سوريا، والطبيعة التي تقودها سوريا وتملكها سوريا لهذه العملية. هناك أيضا أوضاع واسعة، سوف تشرفون على الانتخابات التي ستجرى بناء على الدستور الجديد والعملية السياسية الواسعة بناء على قرار مجلس الأمن وبتيسير منا نحن. أنتم مخولون بتحضير وكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للإقرار الشعبي بناء على قرار مجلس الأمن. والإصلاح الدستوري يجب أن يشمل في الدستور وفي الممارسات الدستورية لسوريا روح المبادئ للتعايش السوري. اللجنة الدستورية يمكن أن تراجع دستور 2012، وكذلك أن تأخذ في الحسبان جميع التجارب الدستورية، ويمكن أن تعدل الدستور القديم أو تضع مسودة دستور جديد. السادة أعضاء اللجنة، المهمة التي وضعناها نصب أعينكم هامة وضخمة،
أن تضعوا عقدا اجتماعيا للسوريين بعد 9 سنوات من عدم الثقة والانقسامات والنزاع. إن الإصلاح الدستوري مدخل جيد لشفاء هذه الجروح، لأن الدستور الدساتير تحوي الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحكم القانون والتعامل مع الحكومة وطريقة انتخاب ممثلي الشعب وما هي مسؤوليات وحقوق الناخبين. أن التاريخ يعلمنا أن أفضل المساعي الدستورية لا تضمن تطور الأمة، ولكن الدستور السيء يمكن أن يضمن انحلال الأمة. يجب ألا تركز فقط على ما يكتب في الدستور، إنما كيف يكتب ذلك بأسلوب متوازن وموثوق خلال عملية ثابتة وعادلة. الخوف والشك ناصحون سيئون. الدساتير يمكن أن تشفي نزاعات قديمة وتضع أسسا للتعايش الجديد. السادة أعضاء اللجنة، اليوم نجتمع في جنيف وهي مدينة مرتبطة ارتباطا عريقا بحكم القانون وحقوق الإنسان، كذلك أنها مدينة فيلسوف كبير جان جاك روسو الذي ابتدع العقد الاجتماعي. قد طلب من روسو أن يساعد بولندا في كتابة مسودة دستورها، فقال أن المؤسسات الجيدة لبولونيا لا يمكن أن يبنيها إلا البولونيون، والأجنبي لا يمكن إلا أن يقدم ملاحظات عامة للسناس بها، ولكن ليس كتوجيهات لمن يبنون الدستور.